السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم أبرز الألعاب اللي راح تصدر في شهر نوفمبر. هالشهر بيقدم لنا أقوى الألعاب لهذه السنة، وبتكون عندنا شريحة كبيرة من الألعاب الضخمة وتواجد عدة ألعاب مميزة ومتنوعة. وطبعا هذا الشهر بيشهد إطلاق أجهزة الجيل الجديد، وأول لعبة عندنا هي ديرت 5، الجزء الخامس من سلسلة ألعاب السباقات الشهيرة من شركة كود ماسترز، وكانت واحدة من أول الألعاب اللي أعلن لها نسخة الجيل الجديد، وبدعم سرعة الإطارات حتى 120 إطار وإمكانية لعبها بدقة 4K. بتصدر اللعبة أولاً على أجهزة الجيل الحالي والبي سي، ونسخة الجيل الجديد بتوفر مع صدور أجهزة الجيل القادم في وقت ثاني من هذا الشهر. Need for Speed Hot Pursuit Remaster. في سنة 2010 نزلت لعبة السباقات Need for Speed Hot Pursuit من شركة EA بالتعاون مع فريق التطوير Criterion Games، وأعجب باللعبة الكثير من اللاعبين. والآن بعد 10 سنوات من صدور النسخة الأصلية من اللعبة، بتنزل نسخة الريماستر اللي بتجي برسوم مناسبة لأجهزة الجيل الحالي وغيرها من التحسينات المختلفة. هذه النسخة المحسنة بتصدر على كل من أجهزة الجيل الحالي والبي سي في 10 نوفمبر. سلسلة ألعاب Assassin's Creed من شركة Ubisoft ترجع لنا هذه السنة مع الجزء الجديد باسم فالهالا، اللي راح ينقلنا من الحضارة الفرعونية والإغريقية إلى العهد الإسكندنافي مع الفايكينجز. اللعبة هي الجزء 12 من هذه السلسلة لو حسبنا بس الأجزاء الرئيسية، وبتأخذنا برحلة الفايكينج ومحاولتهم لاحتلال بريطانيا، وبنلعب من خلالها بشخصية إيفور. طبعاً هذه اللعبة هي أول جزء من السلسلة اللي بيصدر لأجهزة الجيل الجديد، واللعبة مبهرة من ناحية البصرية، وبيكون فيها تحسينات كبيرة في نظام اللعب. اللعبة بتصدر على أجهزة الجيل الحالي والجيل الجديد وطبعاً البي سي في 10 نوفمبر. في شهر أبريل توفرت لعبة الاستراتيجية Gears Tactics على البي سي، اللي تدور أحداثها في عالم سلسلة ألعاب الأكشن الشهيرة Gears of War، وتم تطوير اللعبة بالتعاون ما بين استديوهات Splash Damage و The Coalition، واللعبة حصلت على نجاح ممتاز مع صدورها. والآن بتتوفر الفرصة للاعبين الإكس بوكس 1 والإكس بوكس سيريس إكس و إس لتجربة اللعبة المميزة، واللي بتدور أحداثها ما قبل أحداث الجزء الأول من سلسلة ألعاب Gears of War الرئيسية. ياكوزا لايك دراجون، عنوان سيجا المحبوب ياكوزا وصل للجزء السابع منه، اللي بيقدم معه فصل جديد بالكامل من قصة هذه السلسلة مع شخصيات جديدة وأيضا نظام لعب جديد، وهو خليط ما بين الأكشن ونظام الـ RPG. واللعبة صدرت في الأسواق اليابانية والكثير كان معجب فيها، والآن جاء دور الجماهير الغربية لتجربتها. اللعبة بتصدر على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والإكس بوكس سيريس إكس وإس وطبعا البي سي في 10 نوفمبر، بينما نسخة البلاي ستيشن 5 راح تصدر في وقت ثاني. هذه السنة ترجع لنا سلسلة ألعاب التصويب Call of Duty مع سلسلة Black Ops، وبلعبة يشارك فيها تطوير الفريقين Treyarch وRaven Software، وهذه اللعبة السادسة بسلسلة Black Ops، وتدور الأحداث فيها بفترة الحرب الباردة، بحيث بنخوض المغامرة فيها بعميل الاستخبارات الأمريكية راسل آدلر اللي يبحث عن الجاسوس الروسي. ومثل عادة اللعبة بتكون فيها عدة أطوار جماعية بإضافة إلى طور قصة، وهي اللعبة الأولى من هذه السلسلة على أجهزة الجيل الجديد، وراح تصدر طبعا على كل من أجهزة الجيل الجديد والحالي والبي سي في 13 نوفمبر. جهاز البلايستيشن 5 بيجي معه لعبة مجانية، وهي جزء جديد من لعبة المنصات من استديوهات سوني اليابانية واسمها أستروز بلاي روم، وهذا الجزء الجديد راح يستعرض بشكل كبير مزايا يد الدول سنس للجهاز بأفكار متنوعة. طبعا اللعبة ما راح تكون ضخمة، لكنها شكلها بتكون ممتعة بأفكارها، واللعبة السابقة لفريق التطوير كانت جدا ممتعة، وبما أنها مجانية للجميع فبيكون شيء حلو أن كلنا نستكشفها مع بعض مع يد التحكم الجديدة. اللعبة بتكون موجودة مع جهاز البلاي ستيشن 5 في 19 نوفمبر. سوني بتدعم جهازها المنزلي الجديد بعدد ممتاز من ألعاب الإطلاق، وواحدة من أهم الألعاب هي ريميك لعبة الأكشن الكلاسيكية Demon's Souls اللي صدرت بنسختها الأصلية على جهاز البلاي ستيشن 3 في سنة 2009، وكانت بداية انطلاقة عنوان السولز المعروف من فريق التطوير From Software، ولكن نسخة الريميك بتجينا من فريق تطوير Blue Point Games اللي طور اللعبة بالكامل من رسومها وسوى تحسينات بشكل عام على نظام اللعب، وهي لعبة حصرية على البلاي ستيشن 5 مع صدور الجهاز اللي بتتوفر في 19 نوفمبر. لعبة الأكشن Godfall هي أول لعبة تم إعلانها رسمياً لجهاز البلاي ستيشن 5 ومن استديوهات Counter Play Games، وفي هذه اللعبة بنلعب بدور أحد الملوك في محاولة إنقاذ العالم من الدمار، وبتقدم اللعبة معها عناصر ألعاب RPG من حيث إمكانية تطوير قدراتك والأسلحة، واللعبة راح تتطلب منك الاتصال الدائم بالشبكة ومظهرها جداً جميل، وطبعاً هي أيضاً بتصدر على البلاي ستيشن 5 مع إطلاقة والبي سي في 19 نوفمبر. ساك بوي A Big Adventure،
شخصية ساك بوي المعروفة من سلسلة ألعاب ليتل بيج بلانت في طريقها للحصول على لعبة منصات خاصة مع إطلاق البلاي ستيشن 5، وتتوفر أيضا على جهاز البلاي ستيشن 4، وهي من تطوير استديوهات سومو ديجيتال. لعبة من نوع ألعاب المنصات ثلاثية الأبعاد، وبتقدر تلعبها حتى 4 لاعبين بوقت واحد، ورح تستغل الكثير من مزايا التحكم الدول سنس. واللعبة رح تصدر في 19 نوفمبر. بعد النجاح الضخم للعبة سبايدر مان من استديوهات إنسومنياك للبلاي ستيشن 4، بتنزل الآن لعبة جديدة للشخصية مع إطلاق البلاي ستيشن 5، وبطلها هذه المرة هو مايلز موراليز اللي تدرب على يد بيتر باركر، ورح تواجه فيها أعداء سبايدر مان المعروفين. وبتصدر اللعبة أيضا على جهاز البلاي ستيشن 4، ولكن نسخة البلاي ستيشن 5 راح تدعم فيها تقنيات بصرية جديدة، وأيضا بتدعم ميزات الدول سينس، وهي واحدة من أهم ألعاب إصدار البلاي ستيشن 5، وطبعا تصدر في 19 نوفمبر. واحدة من أضخم المشاريع لأجهزة الجيل الحالي هي لعبة الـ RPG بالمنظور الأول سايبر بانك 2077 من استديوهات CD Projekt Red المعروفين بثلاثية ألعاب The Witcher. قصة اللعبة بتكون في المستقبل في عالم طغت فيه الآلات والعصابات اللي سيطرت على المدينة، والآن لازم تواجه هذه العصابات. اللعبة بتصدر على PC وأجهزة الجيل الحالي في 19 نوفمبر، بينما نسخة أجهزة الجيل الجديد بتصدر السنة الجاية. بعد النجاح الكبير للتعاون ما بين نينتندو وشركة تكمو كوي في لعبة هايرول واريورز، الآن نشوف لعبة ثانية منهم تعطينا قصة توضح أحداث 100 سنة اللي عاشتها شخصيات اللعبة قبل أحداث بريث ذا وايلد، واسمها هايرول واريورز ايج اوف كلامتي. راح يمديك تلعب في هذه اللعبة بعدة شخصيات مختلفة، منها الأميرة زيلدا وطبعا لينك وباقي الشخصيات اللعبة. اللعبة بتصدر على السويتش في 20 نوفمبر. وهذه كانت أبرز ألعاب شهر نوفمبر، وبكل صراحة بيكون شهر مليان بالحماس من ألعاب حامية لجيل أجهزة الألعاب الجديد. شاركونا بأكثر الألعاب المتحمسين لتجربتها في التعليقات. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.